قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة الأقمار الثلاثة من أبناء شعبنا في البحرين رضوان الله عليهم أجمعين. نسأل الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم ومتعلقيهم بالصبر والسلوان. أن الطغاة ما كانوا لينفذوا جريمتهم القدرة لو كانوا يتمتعون بشيء من الحكمة والتعقل، أو لو كان لديهم قدر من إدراك السنن التاريخية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في حركة الشعوب. فهذه الجريمة البشعة سيتخلف من وراءها الكثير الكثير من زخم الإرادة التحررية من استبعادهم، وستكشف الكثير من زيف معتقدهم ولؤم سجيتهم وخسة طبعهم. وإلا أي دين هذا وأي نظام متعقل يقتل شبانا في عمر الزهور غدرا لا لشيء إن اقترفوه سوى أنهم ينادون بالحق والعدالة في بلدهم، موطن آبائهم وأجدادهم، الذي أصبح مرتعا لمن هب ودب من حثالات العالم جاء بهم النظام الحاكم المتهالك ليستقوي بهم على شعبنا المقهور. أخوتي وأخواتي الأعزاء، إننا متيقنون أن مجرمي هذا العصر وزبانيتهم لا يكتبون أجل أحد، وإنما الآجال تبقى بيد الله سبحانه وتعالى، وشتان ما بين أجل يقضيه الله على يدي أخس خلقه وأرض لمخلوقيه لشباب قضوا شهداء مضرجين بدمائهم الزكية، وبين ميتة على فراش فما حظي به الشهداء رضوان الله عليهم إنما هو كرامة عظمى من الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن الغادر. وسيبقى دمهم الشريف يزدح في الأرجاء مذكرا بالإرهاب وظلم الطغمة الحاكمة. الحضور الكريم، نتابع باهتمام وقلق شديدين تطورات الأوضاع في البحرين الشقيق بعد أن أقدمت السلطات البحرينية على إعدام الشبان الثلاثة علي السنقيس وسامي مشيمع وعباس السميع دون أن توفر لهم محاكمة عادلة، بل حاكمتهم بتهم ملفقة رغم كل الأدلة والشهود التي تؤكد براءتهم من التهم المنسوبة إليهم ظلما وعدوانا. ومن هنا ندعو المنظمات والمحاكم الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكل الشرفاء في العالم للدفاع عن حقوق الشهداء المغدورين وحقوق المواطنة في البحرين. إن التطورات لا تسير بالاتجاه الصحيح، ولا يمكن أن يكون التضييق على الحريات وقمع المتظاهرين والمعارضين السياسيين بشكل واضح وممنهج أسلوبا سليما للتعامل مع المشاكل الاجتماعية والسياسية، وأن مثل هذا العمل لن يجلب الهدوء للبحرين، إنما سيفاقم الأزمات ويعمل على زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في هذا البلد الكريم وباقي دول المنطقة. نحن إذ ندين هذا الاستهتار بالقيم السماوية والإنسانية والأخلاقية، نبارك ونعزي الأمة الإسلامية وأسر الشهداء بهذا المصاب الجلل، ونسأل الله تعالى أن يتغمدهم وسائر الشهداء المظلومين بالمغفرة والرحمة وأن يسكنهم فسيح جناته. أخوتي الأعزاء، أخواتي العزيزات، إن ممارسات السلطة المستمرة تمثل دلالة واضحة على تورطها في استهداف الحريات الدينية وتعريض مكون وطني يشكل الأغلبية للاضطهاد والتمييز. ونذكر على سبيل المثال للحصر هدم عشرات المساجد وتعريض آلاف المواطنين من الشيعة للاعتقال والتعذيب، الفصل من العمل على بناء على خلفيتهم الدينية، استشهاد المئات من المواطنين الشيعة جراء التعذيب والاستخدام المفرط للقوة والغازات الخانقة، إسقاط الجنسية عن المئات من مواطني البحرين بينهم العشرات من العلماء والسياسيين والدبلوماسيين، استهداف عشرات الحسينيات والمضائف والمساجد المسجلة في الأوقاف الجعفرية، وآخرها في محرم الماضي كما سمعتم. الحضور الكرام، لو أردنا الحديث عن ظلامة البحرين وظلامة أتباع أهل البيت عليهم السلام في دول الخليج لما اتسع الوقت لذلك. ندعو الله عز وجل أن يحفظ أهلنا في البحرين وعموم الخليج، وأن ينصرهم وأن يرفع عنهم الغمة ويحقق آمالهم في العيش الشريف والكريم أسوى بباقي شعوب العالم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلى أرواح الشهداء الثلاثة وأرواح شهداء البحرين وشهداء الإسلام كافة، رحم الله من يقرأ الفاتحة
قبلها الصلوات.